لماذا اخترت شخصية توفيق عكاشة لتقلدها بمسلسل الرجل العناب؟ ما حصلش؟ لا خالص. أمال إيه الحقيقة؟ إيه اللي حصل؟ لا في مشهد مشهد واحد هو عشان الشخصية كان عندها فتحة قناة تلفزيونية أو بتاع، هو ده اللي عمل الشبه. وفي مشهد كده الأستاذ توفيق اعتقد أو الدكتور توفيق اعتقد إن ده بقلده، بس دي مش حقيقة. وهي بدأت ببعض الأخبار، يعني صحفيين كتبوا بسبب المشهد ده إنها بقلده. أنا ما بعرفش أقلد، يعني أنا أصلا ما عنديش موهبة التقليد. موهبة التقليد دي حاجة تانية مميزة، مش كل الممثلين بيعرفوا يقلدوا، مش كل اللي بيقلدوا بيعرفوا يمثلوا. هو عارف وجهة نظرك دي؟ هو عارف وجهة نظرك دي؟ مش متهيألي وصلته، لأنه أنا قلت أنا تعرضت للحكاية دي في أكتر من عمل، إن حد إيه يتهيأله إن أنا بقلده. حتى في فيلم كباريه تعرضت إن في حد متهيأله أنا مش بعمل كده، مش ولا في فيلم الفرح. في أعمال كتيرة تعرضت للمشكلة دي، بس الحقيقة إن ما بقلدش حد. لا على كل، لو ما كانت وصلت له اكيد الليله هتوصل له من خلال البرنامج. للتوضيح، لا خالص، هو كانش في دماغي خالص. انا عملت الشخصيه اللي هي اللي مرسومه دي، اللي مكتوبه، اللي المؤلف كاتبها. كنت واخد بالي قوي ان لا ما تتحسبش على حد، يعني هو بس عشان طبيعه الشخصيه دي، انه مره بيقدم فقره رياضيه فناس بتفتكر ان انا بقلد شوبير، مره بيقلد فقره مش عارف ايه فناس بتفتكر انه بقلد كذا. لا انا ما كنتش اقصد حد خالص.